اولا الله يعز الدوله ويعز حكامها ولا يخلينا من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان المشرف العام على المهرجان اللي الان قفزاته والشيء الجديد اللي نشوفه في المهرجان كل سنه من مشاركات من فعاليات. الان احنا نتكلم عن كرنفال دولي صحيح، ما نتكلم عن مهرجان ابل فقط. المشاركات الدوليه اللي الان انضمت للمهرجان، تنوع المشاركات في الفردي في الجمل، اعداد المشاركين الان وصل قرابه 960 مشارك، رقم جميل. هناك اشياء جدا جميل اللي يجي على ارض الواقع ويشوف هالمهرجان وهل الجهود المبذوله في هالمهرجان يحس ان في كرنفال وان هالدوله وحكام الدوله الله يعزهم ما قصروا عليها باي شيء. الله يعز دولتنا ويديم عليها الامن والامان يا كريم يا رب.